نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. لا والو، لأنه كيف قلت لكم راه اسمي راه قديم، راه ماشي من البارح. وحتى يعني فنانة من فخر جيت كتقول لهم قد أمي، واش أمك غتولدك عندها 8 سنين؟ ونعم الحمد. كاين شي مرة كتولد على 8 سنين ما عرفتش. يعني عيب عيب، ومرسلوا لي السكرين عندي، صيفطوا لي في الخاص. عيب هذا الكلام ما كيتقالش. الله يكبرنا على طاعة الله أول شيء. ويا مول القوس بشحال القوس، قالوا حتى تكبروا تعرف بشحال. فكان عيبوت الله يعطيك العمر يا اختي وتوصلي اللاج ديالي بحال هكا وتكوني بحالي هكا، ما يكون بين تشوهات لا حاجه. لانه كيقولوا اتعيب هذا النقش علي ام على النقاش، لانه بحال هكا تناقش الله في خلقه. الحمد لله ما بدلنا في خلقتنا لا شيء. شنو الاجراءات اللي غديرها؟ اجراءات قانونيه تماما، وغدا غادي تبدا. اللي عنده اهتمام بالموضوع وكيجي حاضر بحال المكان. كنت بديتي ديجا بالتنسيق مع اكيد بالتنسيق مع مكتب حقوق الانسان، غادي لكم تواجه اكيد، لانه تاذوا ناس كثار وناس اللي انا لو كان هذا الحساب كيدافع على الناس كاملين وكيجيب حق الناس كاملين، ولكن باش تخلي ناس معاك مثليين مرضى نفسيين ما نعرف اش، تخليهم معاك تدافع عليهم وكتآذي غير اللي ضد مع هذوك الاخرين، اللي مخاصم مع هذوك الناس لا. انا ما بقاتش ندير انا في صوره جلاله الملك نديرها في البروفايل ونقدح في الناس ونسب في الناس، لا عيب. ان شاء الله ما يقبلوا حتى شي انسان. كنت بديتي في الاول واحد الاجراءات ووقفتيهم تدخل واحد الناس بلا ما نذكروا سميتهم. لا لا دابا ما وقفتش. دابا غادي انا وقفتني فقط الجولات، لانه ملاقات جمهوري، لانه راه كان عندي عرايش عرايش حسيمه حسيمه النابور نابور. نجمة تيفي قريبه منكم مضويه في عيونكم.